اهلا بيكم، ودلوقتي معانا ام المصريين في الصلاة، ام عمر. ام عمر، احلى ام عمر في الدنيا كلها. طيب يلا عرفيني بيكي وعرفي كل اصحابي بيكي، وانا سعيده بلقائي معاكي. والله انا صحيح بعرفك من سنين، وده بيسعدني ويشرفني بجد والله. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا غاليه. اهلا بيكي يا حبيبتي، وحياكي الله. حياكي الله. واحنا باول مره تعرفنا بيها كنا جاي، انت كنتي جايه تزوري مقام سيدنا شعيب. ايوه فعلا. فعلا هاي كانت اول زياره لك. ايوه صح، وشاءت الاقدار بدك تزوريني مره ثانيه عشان تشوفي امي الوالده. أيوة. قبل كورونا. ايوه الله يرحمها. وجت كورونا وقطعتنا من بعض فتره، معلش، وبعد كورونا ردينا رجعنا زي زمان. الحمد لله يا الحمد لله. الحمد كلميني لله. بقى عن السلط بقى وجمال السلط. ابيش احلى من السلط مهما لفينا. خالص مفيش احلى من السلط مهما لفينا. مهما لفينا. يلا ايه الحلو في السلط؟ لا جبل ولا واد، لا حاره ولا كرات، سلطيه. ما شاء الله ما شاء الله. لا مصر ولا الأردن. مثل مين؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. الله يسلمك. طيب كلميني عن شغلك برضو. شغلي أنا أم عمر ميسر حياري، منتجات أجدادنا. أيوة. اللي بده يجي عند أم عمر تعالوا عليها على الصلت. الصلت أكلها مفيش بعد كده. وادي شعيب بطور فلاحي بعمله. بعدين زبايني كله على الحجز مسبقا قبل بيوم عشان ارتب الله. اموري واعرف المكان قديش بيوسع، واحدد يعني عقد مكاني عقد ضيوفي. صح تمام. وميت اهلا وسهلا بالجميع، وطبعا محطوط على الجوجل، وبدون حجز انا ما بستقبل، وانا باخذ على الفطور الفلاحي 10 دنانير. واللي ما محوش ما يدفعش. يا حبيبتي انتوا بيت الكرم كله. الله والله الله يسلمك يا رب. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي. واهلا وسهلا. وقولي لهم ان انت ام المصريين، ما هو مصريين كتير هيشوفوا. طبعا انا ام المصريين، واجا هنا محمود سعد. محمود سعد تبع اكشن. ايوه كلهم اجوا هون وتصورنا وعملنا فيديوهات وانبسطنا احنا وياهم. وكل المصريين بيحبوها جدا جدا. وانا بحبهم. جداً. وانا بحبهم. بنحبك قوي يا غاليه والله. والله والله صدف وصل عندي لخمسه اسمهم رمضان، خمسه اسمهم شعبان. ايوه بنسمي الاسماء دي احنا وياهم. ما شاء الله ما شاء الحمد الله لله. الحمد لله دايما عامر بيك. ما فيش فرق بين مصر وبين الاردن. لا 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 ابدا ابدا. الحمد لله. الحمد بس لله. بنصح المصريين يجوا الاردن في الصيف. يعني يبقى حلو قوي صراحه عشان يبقوا من الشوب. لا ما فيش شوب زي عندنا. لكن كل البلاد حلوه وخير وبركه. سعيده بيكي قوي 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 قوي. وانا اسعد. الحمد لله. الله يفتح عليك. ربنا يسعدك ويوفقك وخلينا البعض يا رب. الله يسعدك. شكرا يا ام عمر يا حبيبتي. الف شكر. سهل شرفتينا ونورتينا. الله يخليكي. كل وادي شعيب نور. الله يخليكي منور بيكي والله جميعا. حبيبتي 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 شكرا. الف شكر. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. باي باي.